طبعتها 13 وبمشاركة 9 فرق من مختلف الدول، انطلقت فعاليات البطولة الإفريقية للجمباز صنف أواسط وأكابر ذكور وإناث بالقاعة البيضاوية بمركب محمد بوذياف. المشاركة الجزائرية ستكون ممثلة ب 25 رياضياً مع تسجيل مشاركة عنصرين فقط في فئة أواسط ذكور بسبب النقص المسجل للرياضيين في الفئة العمرية ما بين 14 و17 سنة. بالنسبة لهذه الدورة 13 البطولة الإفريقية للجمباز، حنشاركوا بزوج رياضيين أواسط، وما قدرناش نكونوا فريق، هذا رجع للعمر تاع هاد الفئه هاديه، سي 14 17 سنه، وحنا في هاد الفئه هاديه عندنا دي بيرديسيون كبيره في عند الرياضيين مع لا بوبرتي تاعهم. Je pense que les championnats d'Afrique c'est une chance pour que je confirme ma première place lors des championnats du monde au niveau africain. بالنسبة للفرق الأخرى المشاركة على غرار المنتخب المصري، فإن هذه المنافسة تعد فرصة سانحة لهم للتحضير للمنافسات الدولية الأخرى. نحن كفريق قومي مصري بيهمنا جدا البطولة الإفريقية، ويهمنا جدا المشاركة فيها، لأنها فعلا بطولة بتجمع تمهيدا لاستعدادنا بعد كده لدول البحر المتوسط وبطولات العالم. فالبطولة دي مهمة جدا جدا لينا، وخصوصا ان البطولة دي فيها السينيور والجينيور. الى جانب المنافسات، سيكون الجمهور العاصمي على موعد طيلة اطوار هذه البطولة لحضور استعراضات فنية لمختلف الاندية التابعة للمدارس التربوية.